السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إمام من قناة عالم إمام للتنظيم والوصفات. اليوم إن شاء الله جيتكم بواحد الفيديو طلبتوها مني بزاف ديال المرات، وكذلك العديد من الأخوات كانوا كيسولوني في التعليقات واش الرخامة ديال المطبخ ديالي جديدة وكيفاش كنحافظ عليها. فصراحة الرخامة ما جديداش، يعني عندي هذه عدة سنوات منذ أن تم بناء هذا البيت، ولكن يعني صاحب الرخام يعني شخصيا ميوضع لي الرخام كان نصحني بهذه الطريقة الفعالة لتنظيفها وتعقيمها وكتخليها دائما لامعة بواحد المكونات اللي جد بسيطة ومتواجدة عندنا في البيت. أول شيء غنحتاجه هو واحد الإسفنجة أو واحد ليبونج، عندنا معلقة ديال الصابون البلدي اللي كيتواجد عند العطار، وكذا والناس اللي ما عندوش صابون البلدي يعني خارج المغرب يقدروا يستعملوا الصابون العادي. وعندنا هنايا شوية تاع زيت نباتية، قليل من الماء، وعندنا واحد الفوطه ولا واحد المنديل اللي يكون ناشف ونقي. اول مرحله غادي ناخذ القليل من الصابون البلدي وغنحطوه فوق الاسفنجه، غنديروا القليل من الماء وغنرغويوه مزيان على الرخامه ديالنا، يعني هكا بواحد الحركات وغادي نحكوه. ولكن نصيحه، ما نستعملوش الجيكس اولا الحلفه اللي كتكون قاصحه، لانها كتشرط الرخام وما كتخليش فيها هذاك الملوسيه ديالو. فغادي نقوم بمسح الرخام بهذه الطريقه، يعني طريقه عاديه ديال اي تنظيف. نصيحه البنات، ما نستعملوش الخل الليمون وجافيل، لانه كيضيع الرخامه وكيحدث هكا واحد البقع اللي صعيب اننا نحيدوها من بعد، فنكتفيو فقط بالصابون ونحيدو هاد المواد اللي فيهم لاسيديتي. من بعد غنغسل الاسفنجه بالماء جيدا، وغادي نمسح بهذاك المكان اللي كيكون رطب اللي في الوراء ديال الاسفنجه، وغادي نبدا نمسح هكا بهاد الحركات هكا، يعني طريقه عاديه جدا، ونمسح باش نحيد هذاك الصابون باكمله. من بعد ما حيدت الصابون بالاسفنجه يعني باكمله، غناخذ واحد المنديل اللي نقي وناشف، وغادي نبقى نمسح كاع هذاك السطح ديال الرخامه باكمله. وطبيعه الحال هذه الطريقه يمكن نديروها في الرخام ديال المطبخ، رخام الحمام، وكذلك رخام البيت لكن عندنا هكا في شي مكان. فهذه طريقه فعاله جدا ومضمونه، كنصحكم انكم تجربوها، ويمكن لكم ديروها مره في الاسبوع. كنلاحظوا النتيجه مباشره، يعني كنصحكم انكم تقيسوا الرخامه قبل ومن بعد ما تنظفوها باش تلاحظوا الفرق. من بعد ما نظفناها بواحد المنديل نقي، غادي ناخذ القليل من الزيت النباتيه وغنوضعها على الرخامه بهذه الطريقه، وغادي ناخذ نفس المنديل وغادي نعاود نمسح هذاك السطح ديال العمل باش نعطيه هكا واحد اللمعان، وفي نفس الوقت واحد السطح اللي يكون ملس ورطب. وبهذه الطريقه الرخامه ديال المطبخ تبقى دائما نظيفه معقمه لامعه وملسه او لا رطبه. فكنصحكم انكم تجربوها البنات، يعني واحد المكونين سحريين اللي رائعين وكيعطيو واحد النتيجه مذهله. ونتمنى الفيديو نتاع اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. الا كنتوا اول مره كتشوفوني ما تنساوش انكم تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد، وكنضرب لكم موعد قريبا جدا. الى اللقاء.